عاوزين نفتح مشروع. مشروع ايه؟ نفتح محل كشري مكرونة وشعرية. انا مش فاضية يا عيني. طب خلاص محل حلويات، ام علي ومهلبية ما يلزمنيش يا عيني. شوف محل كويس. طب خلاص محل جزار. هو انا ناقصة بهايم؟ مش كفاية لأجل اللي قاعدة معاك؟ طب حاسب لنطحي. نفتح مغسلة خرطومان مية وتش تش، ومفيش أبسط من كده. فكرتني بابن خالتي فتح المغسلة وقفل بعدها بأسبوع. أفتح محل خضار. فكرتني بابن عمتي الحكومة قبضت عليه بعدها بأسبوع بعد ما فتح محل الخضار. أفتح مكواجي. فكرتني بابن خالة أمي كان بيرد على التليفون، خد المكوى وحطها على ودان، ومن ساعتها في الإنعاش. هتفقد الذاكرة نص ساعة لحد ما نلاقي شغلانة. طب قوليلي على مواصفات الشغل المناسب. شغل بدون مجهود وبدون رأس مال. خلاص عرفتها الشغلانة دي. شغلانة ايه؟ احنا نشتغل نعبي الظل في أزايز. نصنع الأزايز فلس.